أهلا بكم من جديد. في الحقيقة في بعض الصائمين ممكن يكونوا بيعملوا حاجات بدون قصد تبطل صيامهم، ويكون صيامهم غير صحيح حتى لو كملوا هذا اليوم بدون أكل وبدون شرب، في النهاية بيكون صومهم باطل. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى حدد ما هي مبطلات الصيام اللي الإنسان لو وقع فيها خلال أيام هذا الشهر الكريم بيكون صيامه غير صحيح. موضوع للأسف مرعب جدا، يعني عايزين نعرف ايه الحاجات اللي ممكن تبطل الصيام، ايه الحاجة اللي ممكن الإنسان يعملها من غير ما يعرف تخلي صيامه للأسف غير مقبول. ومنورنا في الاستوديو النهارده هيكلمنا عن الموضوع ده بالتحديد الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. أهلا وسهلا بحضراتكم السادة المشاهدين. يعني في البداية عايزين نعرف ايه هي مبطلات الصيام، يعني ايه الحاجة اللي ممكن الإنسان يعملها من غير قصد تبطل صيامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وخلينا نفرق ما بين حاجتين، مبطلات الصيام بمعنى ان ممكن حد يعمل اجراء يفسد الصيام، بمعنى ان هو مطلوب منه ان هو يصوم يوم اخر بديلا عن هذا اليوم لان هو الصيام لم يتم في هذا اليوم، وده اللي بنعبر عنه بمعنى او بلفظ مبطل الصيام. وخلينا نقول ان ده بيفرق شوية عن المعنى الاخر اللي ممكن تكون الصيام مكتمل الاركان فيه ولكن ما قدرناش نحصل على ثواب الصيام، او حصلت حاجة ابعدتنا عن معنى الصيام، او عملنا فعل ليس من شأنه التوافق مع اخلاق الصائمين، فده يبقى محبط للعمل مع ان الاجراءات كلها اجراءات سليمة، ما عملتش اي حاجة تبطل الصيام إلا إن عرضت نفسي لعدم قبول الصيام من الله سبحانه وتعالى. نيجي لمسألة مبطلات الصيام. الصيام في معناه الإمساك عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة، فده معنى الصيام. فالصيام ممكن يفسد بإيه؟ ممكن يفسد بدخول أي شيء إلى الجوف، فممكن بقى يفسد إذا الإنسان أكل، أو يبطل الصيام إذا الإنسان أكل متعمدا، أو إذا شرب متعمدا، إذا دخن متعمدا. يبطل الصيام إذا الإنسان استقاء بمعنى أنه هو تعمد القيء. الصيام يفسد بمسألة الشهوة أو الجماع في نهار رمضان، فدي كلها من الأمور اللي بتبطل الصيام، بمعنى أن الصيام ده في اليوم، أن الصيام في اليوم ده أكنه ما حصلش. يعني الصيام إجرائيا الصيام ما تمش، فيبقى مطلوب مننا نتخذ اجراء علشان نعوض هذا اليوم. ولكن احنا النهارده بنتكلم عن الحاجات السلوكيه. بالظبط. يعني ما يعني شرعه ربنا سبحانه وتعالى. نعم. من اجل ان نصوم، احنا نعم. بنصوم ليه؟ نعم. مش علشان نصوم عن الطعام والشراب، نعم. ده في ظاهره الطعام والشراب. نعم. ولكن في الاصل فلسفه الصيام نعم. تقوم على ايه بقى؟ نعم. الصيام امساك وامتناع. فلسفه الصيام زي ما حضرتك تكرمت تعبير تقوم على ان الانسان يمنع نفسه من امور هو في حاجه اليها، من امور تعد من اساسيات الحياه ومن قوام الحياه. قوام حياه الانسان، جسد الانسان، قوام حياته بايه؟ بالطعام وبالشراب. فيقوم رب العالمين سبحانه وتعالى يوجهنا لان احنا من فرائض الله سبحانه وتعالى ومن اركان الاسلام ان احنا نتعبد الى الله سبحانه وتعالى بالامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، ودي أمور ضرورية بالنسبة للإنسان. طب إذا كان الموضوع كده، وإذا كان الإنسان قادر على إن هو يمتنع عن الأمور اللي بها مقومات الحياة بالنسبة له، وده في طاعة لله رب العالمين، وبنعمل كده علشان نتعبد بهذا لله رب العالمين، يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بسلوكيات إيجابية، يأمرنا بأخلاق حسنة، يأمرنا بالإحسان إلى الخلق، يأمرنا بعدم الإساءة إلى الناس، يأمرنا بعدم الخوض في أعراض الناس، يوجهنا الكثير من التوجيهات اللي ما هياش متعلقة بقوام حياة الإنسان ولا حاجة. يقوم الإنسان يفهم هذا المعنى ويدرك هذا المفهوم، إن هو طالما قادر على الامتناع عن الأمور اللي بها مقومات الحياة وأساسيات من أساسيات الحياة، يبقى هو قادر أيضا على الامتناع عن الأمور اللي ممكن يعصي بها الله سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول رب صائم
ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. الجوع والعطش صحيح. الصيام إجرائيا صحيح، يعني هو ممسك عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة، وما عملش حاجة إجرائية تفسد الصيام أو تبطل الصيام، لكنه أكل دم هذا وسأل. نشوف بقى المحصلة بقى في النهاية إيه اللي حضرتك تفضلت بيه. ده كان سيدنا النبي لما تكلم عن المفلس، وده برضه نوع من الإفلاس. نوع من الإفلاس إن الإنسان يعمل أعمال كتيرة ويزحم وقته بأعمال كتيرة، ويجي في النهاية يلاقي المحصلة صفر، ما عملش حاجة. طب ده ليه؟ لأن إحنا أحبطنا أعمالنا وضيعنا على نفسنا هذه الأجور والعياذ بالله. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كيف يتقبل الله سبحانه وتعالى من عبد يأكل أموال الناس بالباطل؟ كيف يتقبل الله سبحانه وتعالى من عبد يخوض في أعراض الناس بغير حق؟ كيف يتقبل الله سبحانه وتعالى من عبد يخون الناس في الأمانات؟ كيف يتقبل الله تعالى من عبد يستغل حاجات الناس وحاجات الضعفاء وحاجات الخلق؟ يقوم ربنا سبحانه وتعالى يوجهنا هذا التوجيه لما يحدثنا عن هذه الفريضة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ده الصيام ما هوش خاص بالأمة الإسلامية فحسب، بالأمة الخاتمة. ده الصيام كان لجميع الأمم، كتب على الذين من قبلنا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عاوز يبين لنا ان من سماء الانسان او من وصفات اصلاح الانسان انه يربي نفسه على ثقافة المنع. ان الانسان لما يبقى مقبل او مقدم على شيء يحسب الاول: هل الاقبال على هذا الشيء مفيد ام غير مفيد؟ هل الاقبال على هذا الشيء يقربه من الله سبحانه وتعالى ام لا يقربه من الله سبحانه وتعالى؟ يقوم يفهم الإنسان إن هو إذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا تعبد لله سبحانه وتعالى، وصلى وصام وقام والناس نيام، ويجي في النهاية زي ما حضرتك تفضلت أتى بالموبقات والفواحش، كيف يقبل الله سبحانه وتعالى منه صرفا ولا عدلا؟ هذا هو المفلس، لم يتحقق بالمغزى من مفهوم العبادة وعبادة الصيام اللي ربنا سبحانه وتعالى تحدث عنها لما قال: لعلكم تتقون. فخلينا نفهم المعنى ده، ان التقوى هي المغزى، التقوى هي الهدف اللي يجب ان يصيبه كل عبد علشان ما يبقاش صام على الفاضي وجاع وعطش على الفاضي، وما يبقاش قام بالليل وسهر وتعب على الفاضي واحبط الاعمال بتاعته. ده اللي بيمن علينا النصايب، يعني تلاقيه بيكسر على حد هو يزعق وبتاع: يا عم انا صايم، او يا عم سيبني انا عايز اشرب سيجاره انا صايم، ويعني بيقول للناس ابعدوا عني انا صايم. فهو مش مبسوط بالصيام، او مش شايف ان هذا نوع من انواع العباده او التقرب الى الله، هو متضرر من هذا الامر وبيطلع ده في صوره غضب. ده يبطل الصيام. هو الحقيقة إن ده سلوك من سلوكيات تدل على عدم فهم لمغزى الصيام. خلينا نقول برضو إن هو مش بيبطل الصيام إجرائيا، بمعنى إن إحنا نقول له أنت خلاص صومك أكنه ما حصلش ويجب إنك تصوم يوم بدل منه. الصيام إجرائيا صحيح، ولكن العائد من الصيام إيه؟ زي ما كنا بنتكلم من شوية، الصيام يربينا على ثقافة المنع. إذا كنا بنمتنع عن الأساسيات فما نقدرش نمتنع عن الأمور أو السلوكيات اللي ممكن يكون فيها ضرر لينا أو ضرر على الناس. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا للمعنى ده، يقول عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة. يعني إيه جنة؟ يعني وقاية، يعني مانع يحول بين الإنسان وبين الوقوع في الأخطاء. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم، احنا جايين بقى للشخص المتعصب المتضرر اللي هو يعني ايه بقى خلاص، يعني عاوز يطلع صيامه على الناس كلها، مش مبسوط بعملية الصيام. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو شاتمه، وفي رواية: وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا للأمر ده. طالما الصيام ده الفلسفة بتاعته إن الإنسان يمتنع عن الأمور
اللي بيها مقومات حياته ويمتنع عن الأمور اللي ممكن يحبها من الرغبات والشهوات ويمتنع عن السلوكيات الخاطئة. طب الإنسان عمل كده، طب المؤثرات الخارجية بقى، ما هو يعني كده خلاص يعني الشيطان مش هيسيبه في حاله، فممكن يحصل حركة يمين أو حركة شمال أو حد يفتعل أزمة أو يبقى التصرف إزاي؟ يقول سيدنا النبي كده: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. تنبيه للمسألة دي، محدش يتعصب، لما يتعصب يبدأ يتلفظ بألفاظ خارجة أو يتكلم كلام فاحش أو كلام قبيح أو يسيء. هل هنا بقى الصيام باطل؟ يعني هل النهاردة محتاج لو عمل كده يصوم يوم تاني بداله؟ إجرائيا الصيام مش باطل، يعني مش مطلوب منه أن هو يصوم يوم بس بداله. بس احنا بنتكلم على واحد مش بس اتعصب، لا يعني شتم، اتعصب، قاتل، يمكن اللي قدامه اتخانق معاه. أيوة. فهل عمل كل الحاجات دي؟ عشان كده قلنا ان الصيام في فرق ما بين الصيام الاجرائي وما بين احباط العمل. الصيام الاجرائي بقول له اكنك ما صمتش، فاجرائيا الصيام باطل. انما احباط العمل، انت صمت وطبقت الشروط ولا اكلت ولا شربت ولكن ارتكبت اعمال مقتضاها ان ثواب واجر الصيام يضيع عليك فاكنك ما صمتش. بل الأشد من كده كمان أنه لم يراعي حرمة العبادة، الأشد من كده كمان أنه لم يراعي حرمة الشهر الكريم، الأشد من كده كمان أنه هو لم يلتزم بوصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يستحسن لي يصوم يوم تاني لكن ما فيش فرض عليه. مش يستحسن يصوم يوم تاني. الصيام إجرائيا صحيح، يعني إجرائيا الصيام صحيح، ولكن الأجر بتاعه فين؟ الأجر بتاعه أكنه ما حصلش، بل بالعكس ده ممكن يحمل نفسه ذنوب فوق ذنوب. ده المعنى اللي سيدنا النبي لفتنا إليه لما قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يعني الصيام إجرائيا صحيح، الرجل لم يأكل لم يشرب. طب إذا كان ده صيامه صحيح، مين اللي مش صيامه صحيح؟ من هو الشخص الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش؟ الصيام صحيح إجرائيا، ليس له من صيامه يعني ما فيش فايدة، ما حصلش حاجة، ما فيش أجر، ما فيش من الله سبحانه وتعالى مردود أو عائد عليه. الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى أصبح غير موجود، زي لما طالب يدخل كده في الامتحان، آسف يعني في التعبير، يدخل ويجاوب كويس خالص إجرائيا وبعدين هو طالع يقطع ورقة. طب هو جاوب وإجرائيا دخل الامتحان وبعد ما دخل الامتحان جاوب الإجابات صحيحة ومظبوطة وبعدين هو طالع قطع الورقه واكنه ما عملش اي حاجه. انما اللي بيفسد الصيام وافطر ان انا اعيد الصيام مره ثانيه هو اني ادخل اي حاجه الجوف ان انا اللي هو بقى الامور المبطلات الاجرائيه زي ان هو ياكل او يشرب متعمدا او ياتي الشهوه او يستقي عامدا او هذه الامور الاجرائيه دي تبطل الصيام، بمعنى هو مطلوب منه اجرائيا ان هو يصوم يوم بداله. طيب الثاني بقى ايه؟ احبط العمل، بمعنى ان الاجراءات كلها صحيحه ولكن مفيش مردود، بل بالعكس العمل محبط وغير متقبل عند الله. طيب سبحانه وتعالى، خليني اسال حضرتك سؤال، لان انا السنه اللي فاتت سالته كتير قوي، المراه الحامل والمرضع، هل هم النهارده بيضطروا ان هم يفطروا بيعيدوا الايام الصيام بتاعتهم ولا بيعوضوها بيطلعوا بيفطروا مثلا مسكين، يعني بيعملوا ايه عشان يعوضوا الايام دي؟ بالتحديد في حاله المراه التي افطرت لانها مرضع او حامل، فهي يرجى لها بعد ذلك ان هي خلاص يعني حاله الضعف اللي هي فيها تفوق منها وتبقى صحيحه، فتقدر تعوض بعد كده الصيام ده في ايام قادمه على مدار السنه الى ان ياتي شهر رمضان من جديد. 30 يوم تعوض 30 يوم؟ تعوض 30 يوم على مدار السنة، ولو دخل عليها رمضان اللي بعد منه وعليها أيام بعد منه، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. الشخص اللي بقى مطلوب منه أن هو يطلع فدية ده الشخص اللي هو لا يرجى له صيام، يعني شخص طاعن في السن مثلا ومش هيقدر يصوم، ما يعرفش يصوم. مش هيقدر يصوم ولا يرجى له صيام بعد ذلك، مش هيقدر يصوم مدى الحياة. فده يعمل إيه؟ ده ففديتهم طعام مسكين، يعني كل يوم يفطروا يخرج فديه طعام مسكين. يعني احنا عارفين ان في تدخين وفي تدخين سلبي. طيب لو حد صائم وقاعد مع احد المدخنين ودخل الى جوفه هذا الدخان، او دخل الى جوفه دخان ما يعرف بالسيجاره الالكترونيه اللي هو دلوقتي اصبح ايضا اكثر كثافه، يعني يتسلل الى الرئه بسرعه،
حكم الدين ده يفطر ولا لا يفطر يعني؟ أيوة. يعني هو اذا قاعد لشخص مخالط ومتعمد ان هو يشم الدخان ده ودخل الى جوفه، هو مش هيبقى متعمد، هو مجبر. هو ما فيش حد مجبر ان هو يفضل قاعد طول الوقت مع شخص مدخن، ولكن اذا ده حصل ودخل الى جوفه كثير من هذا الدخان يفطر. يعني اذا دخل الى جوفه الكثير من هذا الدخان فهو يفطر، اما اذا كان القليل او لم يكن متعمدا او اذا كان شيء عابر. ما ممكن الانسان هي هو كل ماشي حسب النيه يعني، اهم حاجه الانسان ممكن هو ماشي في الطريق يبقى الغبار بتاع الطريق موجود، ويمكن الدخان بتاع السيارات موجود، فده لا يفطر. اما اذا كان متعمد هذا الامر فهو يفطر. نشكرك الشيخ احمد المشد عضو مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه، كل الشكر لحضرتك على وجودك معنا. شكرا جزيلا يا فندم.